اهلا اهلا، نورتوا نورتوا. طبعا اليوم بتكون عندنا رسمة خططتها وجهزتها وراح نسوي لها التطليب بالكامل، يعني بنخلصها بالكامل بإذن الله كاملة في البيت. فاللي حابين يتعلمون طريقة التطليل، طريقة رسم العيون وتطليلها وإبراز الواقعية فيها، يكملون معنا البث، شيروا البث على أي أحد مهتم يتعلم رسم، وخلونا نبدأ. البث راح ينحفظ وينزل على قناة في اليوتيوب. على الغالب راح نستخدم قلم واحد، بحيث اللي ما عندهم أدوات رسم يكون الموضوع سهل عليهم وبسيط. تمام، أهم شيء شيروا البث عشان يطلع الأكبر عدد مهتم بالرسم. يلا نبدأ، جاهزين؟ يلا خلونا نبدأ. طيب الآن القلم اللي راح استخدمه درجة واحدة، ممكن بس مو أكيد إني أدخل درجة ثانية، بس على الأغلب نروح نكتفي بدرجة واحدة بس، لأنه صراحة أحيانا أحب إنه أرسم بس بقلم واحد. هذا كلبوها نفس الدرجات، ما فيها اختلاف، جيبت لها نفس التعبئة من جوا، وصير أستخدمها تريحني بدال ما أبري الأقلام. تمام، وتجيني فترات إنه أفضل خلاص أرسم بقلم واحد، بالذات لما ما تكون رسمات واقعية نفس اللي ورا هنا، لا لما تكون بس انه حابة امرن يدي، عرفتوا؟ لاني صراحة لي فترة ترك الرسم، ممكن اسبوع وحدودها. فيب ندخل اليوم بالجو ونبدأ رسمة مع بعض. تمام، اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة، اللي مهتمين يتعلموا الرسم واقعي عندي دورة تعلم الرسم الواقعي للمبتدئين، دورتين، تلقون الرابط حقها في البايو هنا. دورة المبتدئين الاولى راح تتعلمون فيها رسم العيون، شفايف، انف، أجزاء الوجه بواقعية من تخطيط وتظليل. الدورة اللي بعدها دورة الاحتراف، فيها كيف تظللون البشرة من الأساس، كيف تعرفون قياسات الوجه والنسب، كيف تبرزون المسامات، الدموع، قطرات الموية، التجاعيد، وأشياء مرة كثيرة. فأي أحد مهتم يتعلم رسم واقعي الدورة مرة راح تفيدكم، المحتوى يبقى عندكم للأبد، تقدرون تستفيدون منها متى ما حبيتوا. فيب الرابط موجود في البايو، عليها حاليا خصم وعرض الفترة محدودة. وكمان اللي حابين يتعلمون رسمات، حطت لكم رسمات مجانية على قناتي في اليوتيوب. تمام، يلا خلونا نبدأ مع بعض. طيب الآن زي ما اتفقت معكم قلم واحد، القلم هذا نزلت أنا كيف أعبيها وكيف إيش قصتها الأقلام الميكانيكي، لأنه كثيرين ما يعرفونها. فأنا عندي أكثر من نوع لها، النوع اللي يجي صغير بهذا الشكل للتخطيط، والنوع اللي يجي أعرض بزيادة، نقدر نستخدمها كلبوها ونستفيد منها وتطلع لنا فعليا رسمات مرة حلوة. فيب نزلت لكم إياها في اليوتيوب تقريبا قبل أسبوع، نزلت لكم فكرة التعبئة وفكرة كيف نستخدمها. تمام، يلا الله يوفقك يا عمري أنا، شكرا من لطفك. طيب أول شيء راح أبدأ فيه ممكن الشفايف، كيف نضللها. طيب شوفوا كيف راح أسويها. أنا الرسم اليوم ما راح تكون يعني كيف أقول لكم الواقعية اللي بالكامل، نفس رسمات اللي أنا متعودة عليها، هذه بتكون نفس نظام السكتشات البسيطة اللي أمرن يدي بس فيها وأسترجع فيها يعني تفاصيل بسيطة بالرسم. طيب راح أركز على أنه أسوي الخط الفاصل بين الشفايف، أنه هو يكون الأغمق والباقي تكون هي الأفتح. تمام، إذا كفى الوقت وخلصنا الرسم راح نسوي فقرة أطلب شرح. فاللي مهتمين، شكرا يا عيني على الهدايا الحلوة، فاللي مهتمين يتعلمون رسم وحابين أشرح لهم شيء معين يبقون معي لنهاية البث ويطلبون الأشياء اللي هم حابين يتعلمونها. كمان البثوث التعليمية بالكامل اللي نسويها بتيك توك هنا تنزل على قناتي، لو كتبتوا بالبحث عبير الحربي تطلع لكم على طول. طيب الآن شوفوا من هنا كيف جلست أضلل تضليل بالكامل. طيب إذا أنتوا ما عندكم إلا قلم واحد، طيب بهذا الشكل كأنه تضليل خفيف. تمام، طيب إذا التضليل عندكم الدرجة ما هي واضحة مرة ثقيلة، أنا لما أجي أرسم قلم واحد أجي أسويها بطريقة طبقات. فأول شيء أسوي طبقة خفيفة بهذا الشكل، وبعدين أكرر عليها طبقة غامقة زيادة. طيب بدون ما أضغط على القلم، شوفوا بدون ما أضغط على القلم بهذا الشكل، لا خليها طبقات خفيفة بهذا الشكل، طبقة أولى بعدين فوقها طبقة ثانية. تمام، عشان تعطيني تدرجات مرة حلو. اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة، وزي ما قلت لكم اللي حابين ومهتمين يتعلموا الرسم يشوفون الدورات حقتي، حطت لكم الرابط في البايو. تمام، طيب إذا أنتوا حابين تطلبون أدوات رسم فموجود توصية على حسابي بالإنستغرام، الأدوات أنا أخذتها من نون وأدوات أخذتها من أكثر من موقع،
وكمان منشئين، حطيت لكم اياها بالانستغرام وبقناتي على اليوتيوب. فيب صراحه الادوات اللي اشتريتها منشئين مره حلوه، وتجربتي فيها كانت مره بطله. فاي احد حاب يطلب منهم ياخذ لفه اول شيء على المقاطع اللي نزلتها عن شئين، وشوفوا تجربتي فيها عشان بحيث انه اكيد راح تستفيدون منها. طيب ترسمين جنيه؟ لا مو جنيه، شخصيه دامجه فيها اسماك. هذه مو ستايل انه جنيه، لا حاطه معها اسماك. الاسماك تخطيط عشوائي، راح ابدا فيها وقت صار عزل. طيب راح ابدا فيها وقت لما نخلص تظليل الوجه راح انتقل للاسماك. تمام، في نموذج قريب نفس الرسمه هنا، ثواني اوريكم اياه. طيب بس انه سويته بالفحم. شوفوا انا اغلب رسماتي صراحه احب الاسماك فيها، مره احب الاسماك فيها. بس خلوني اطلع لكم الرسمه اللي اتوقع انه اخر رسمه رسمتها بس ما ادري فين راحت. ايوه اللي هي هذه. طيب هذه من رسمات الاسماك برضو اللي حبيتها. الله يعطيك العافية روعة، شكرا يا عيني. طيب فيب أنا صراحة إنه مرة أميل للرسم الأسماك بالشخصيات اللي أنا أرسمها، بالذات لما ما تكون شخصيات واقعية بالكامل أدمج فيها أسماك وما أسماك. أنا أفتحها معكم بالبث وأرسم بشكل مباشر بحيث إنه تعرفون إن الرسم مراحل، عرفتوا؟ ما هو من أول خطوة بالتحول رسمة بالكامل، عرفتوا؟ بشكل حلو. غالبا يعني تحتاج وقت وتحتاج صبر إنه نطلع بلوحة كاملة، واحيانا بعض الرسمات بنصها الرسمه يعني يطلع شكلها مو حلو، بس لما نوصل للنهايه لا نكتشف انه الرسمه مره بطله. تمام، ما شاء الله رسمك جدا جميل، شكرا يا عيني. يسلم على الناس اللي تقول كلام حلو، شكرا للناس اللي ترسل هدايا، ممتنه حرفيا لكم ولطفكم. اكتبوا لي اسئلتكم اذا عندكم اسئله. قبل يمكن اقل من اسبوع سويت بث وكان اجوبه على الاسئله، بس انه للاسف ما انحفظ فما قدرت انزله على اليوتيوب. بس برضو الان اذا عندكم اسئله عن الرسم وحابين افيدكم او تستفيدون اكتبوا لي وراح اقرا باذن الله كل الاسئله. تمام، شوفي رسمي وقيمي، ابشري من عيوني، تعالي بالانستغرام حطي لي نقطه. زي ما قلت لكم اللي يبغون يشترون ادوات رسم مسويه توصيه كثير على ادوات رسم انا استخدمها، وادوات رسم يعني كان لي تجربه معاها وحطيت لكم اياها بالانستغرام. صار لك ايش قد ترسمين؟ شوفي انا ارسم من 12 سنه، يعني كنت ارسم بشكل عادي رسمات شخبيط واشياء زي كذا وشخصيات. بعديني ب 2017 بعد ما خلصت يعني تقريبا كانت دراسه الكليه، بدات اتعلم رسم واقع بشكل مركز، عرفتي؟ يعني تقريبا من 2017 للان اتوقع يمكن 6-7 سنين. ايش نوع الورقه تستخدمين للرصاص؟ للرسم بالرصاص. شوفي الرصاص من اكثر يعني أكثر أحس الخامات اللي ممكن تلقين لها عادي ما تحترم فيها. ففي ورقة أخذته من شئين كان مرة ممتاز، مرة بطل حرفيا، مرة بطل، وتجي مرة مجموعة كبيرة ومنزلة عنه في قناتي على اليوتيوب. إذا أنت تبغين ورقة احترافي في فبراينو ومنزلة عنه بالإنستغرام، مصورتها لكم بخيار أدوات الرسم. حاليا هذه كراسة جديدة، طيب فما أقدر أحكم عليها بشكل مباشر لأنه ما رسمت صراحة رسمات كثيرة فيها واقعية، عرفتي؟ فأحس ما أقدر أقول لك أمدح لك إياها بشكل كامل. طيب الآن بس إنه اللي رسمت فيها مرة كثير رصاص وفحم كانت فبراينو، وحاليا جالسة أجرب كانسل. ترسمين أرسام كيف؟ والله عاني جي متمايل أرسام أرسم بصراحة ما أنزل هنا بتيك توك، بس بإذن الله راح نسوي عنها دورات، بس نخليها شوي كذا بعد فترة يعني مو هالآن. أجهز لها إن شاء الله دورة مجانية وأسويها لكم هنا على تيك توك نفس الدورات المجانية اللي سويناها قبل للرسم الواقعي. إيش أفضل أنواع ألوان خشب؟ شوفي اللي الأغلبية مادح فيها بس أنا ما جربتها اللي هي بريزما كولر، كثيرين مادحين فيها. أنا عندي نوع من فايبر كاستر بروملكس، نوع مرة حرفيا غالي ومرة كثير محترفين يستخدمونه، بس أنا بالنسبة لي ما ناسبني، حسيته مادة شمعية أكثر. هذا يجي شكلها كده تقريبا كانت بحدود 400 أو شيء زي كذا، فيب ما حسيتها ناسبتني. زبطت معايا بالرسمات اللي تكون 3D وأشياء كذا، بس بالوجي حسيتها ما تتحمل طبقات مرة وما تعطيني يعني تدرجات اللي أنا أبغاها، فهمتي علي؟ فيب إن شاء الله بإذن الله أشتري بريزما كولر وأشوف، مع إنه ما ميل يعني صراحة للرسم الخشبي،
بس يعني فين كذا يعني شعور الفضول اللي بشوف كيف تطلع الخامة. أسوي لايكات للبث، شيروا البث، ادعموا البث بحيث البث يطلع اكسبلور لأكبر عدد. كيف استعمل مساحة الفحم اللي تكون زي العجين صعب التعامل معها. ده شوفي مساحة العجين، خلينا نشوف هي موجودة عندي بالعلبة. أيوة هنا. طيب مساحة العجين حرفيا مرة تفوز للتفاصيل. طيب فخليني أرفع لك على الرسم اللي ورا. طيب شوف الرسمة، خلينا نروح على الرسمة اللي هناك وإن شاء الله ستاند ميتي. طيب شوف الرسمة اللي ورا، هذه مساحة العجين مع إنه منزلت المشروحات عنها، أتوقع إني نزلت عنها باليوتيوب. هي تجيك بهذا الشكل. أنا كيف أستخدمها؟ أنا ما أستخدمها بحجمها الكامل، أنا أخذ جزئية. طيب شوفي معايا، أخذ جزئية بهذا الشكل تمام، وبعدين أجيب قلم بهذا الشكل عادي، قلم وأحط المساحة عليه تمام، بحيث إنها تسهل علي أستخدمها بالتفاصيل. فمثلا أنت تبغين تسوين لمعة الإضاءة اللي هنا، شايفة لمعة الإضاءة اللي أنا مسويتها ولمعة الإضاءة اللي هنا، تجين بالمساحة العجين أول شيء تبرزينها بهذا الشكل كأنها قلم، وبعدين تجين بهذا الشكل. إذا أنت تبغين تسوين وسمات تسوين نقط بسيطة بهذا الشكل، وتتبعين أصلا أساسيات معينة اللي هي تظللين بعدها بعدين ترجعين تبرزين، بس أنا جالسة أشرح لك إياها بشكل مبسط. طيب فمثلا تبغين تبرزين الإضاءة من هنا بهذا الشكل، تمسحينه بشكل خفيف، عرفتي؟ مثلا ما أعطتك نتيجة عشانها تكون مليانة فحم، ترجعين تبرمينها بهذا الشكل وبعدين ترجعين تنحفينها وترجعين تستخدمين، عرفتي؟ فيب صراحة من أحلى المساحات هي ومونو زيرو، نتيجتها بإبراز التفاصيل ترى مرة حلوة، فهي أحس يعني نوعيتها للتفاصيل للمسامات والأشياء هذه أكثر. هاي عبير، أهلا نور، أهلا أهلا. شيروا البث وسووا مرة لايكات كثيرة، وإذا علق البث بدوني خبر تمام. طيب شكل المساحة الثانية اللي قلتها اللي هي اسمها مونو زيرو، شوفوا معي الأغراض تحت 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 تحت، ثواني ندور لكم مونو زيرو فينها، دوبي شفتها، أيوة هي. طيب هذه مونو زيرو، طيب هذه مونو زيرو للتفاصيل، مرة حلوة حرفيا مرة حلوة إنكم تستخدمونها للأماكن اللمعة الإضاءة، تعطيكم أشياء مرة حلوة. شيروا البث زي ما قلت لكم وصوروا لي لايكات مرة كثيرة عشان البث يطلع اكسبلور. طيب الآن حنا قلنا قلم واحد راح نستخدم فيه، شوفوا هنا كيف ظللت من هنا بعدين راح أظلل من هنا بهذا الشكل، نتبع شكل البشرة نفسها وعلى أساسها نبدأ نظلل، عرفتوا؟ فما أجي أظلل من هنا بشكل طولي، لا بهذا الشكل أخذ شكل الأنف نفس ما أنا شايفة، وكمان أتدرج يعني يكون معي ببداية خفيف الدرجات وبعدين أبدأ أثقل تمام. شيء بسوي لك لايكات يا عمري، أنا اللي ما سووا متابعة لقناتي على اليوتيوب يسوون متابعة، وكمان شوفوا المقاطع اللي سويتها، نزلت عن ستاند الرسم، نزلت عن انبوكسنج الألوان جواش، رسمنا النيوزيكو، رسمنا الليفاي، رسمنا رسمات مرة حلوة، سويت كمان بعد شروحات الرسم العيون الواقعية بطريقة مرة حلوة. فيب روحوا دلعوني كده وشوفوا المقاطع وحطوا لي لايكات مرة كثيرة مرة مرة كثيرة حرفيا تمام. هاي أهلا أهلا، منورة، شكرا، نورتوا نورتوا، جميل تكون معلومات مع الرسم والشروحات. يب ولو بالخدمة. طبعا قبل شهر تقريبا أو شهر ونص كانت عندنا دورة تعليمية لمدة شهرين، فعليا الدورة مرة كانت دسمة، ففاتت اللي ما لحقوا عليها وقتها، كانت شروحات بالتفصيل عن الرسم الواقعي بالفحم. فيب إن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية بس أعدل جدولي يصير نرجع نسوي أشياء مجانية. حاليا اللي حابين يشتركون في دورتين تعلم الرسم الواقعي، فأي أحد مهتم يتعلم يشوفها، الرابط حق الدورة في البايو. طيب الآن بهذا الشكل أبدأ أظلل الآن وأطلع على فوق لين ما أوصل للجزئية اللي فوق، زي ما قلت لكم ما أضغط بالقلم بزيادة وبقوة، لا بشكل خفيف عشان نبغى نوصل تدرجات معينة. فحلو انكم وقت الرسم تاخذون طبقات، الطبقات راح تساعدكم انه تطلع الرسمة حقتكم فيها واقعية اكثر تمام. شيروا البث على قد ما تقدرون. طيب الان جالسة اشتغل على تظليل الانف، ستايل الانف اللي هنا ابغاه يكون من هنا في لمعة اكثر تمام. الرسم هواية ولا تعليم؟ شوفي تدريب، اوكي في ناس موهوبة بس برضو بالتدريب يجي، عرفتي؟ أنا صراحة مؤمنة إنه التدريب يديك نتيجة مرة احترافية ومرة حلوة،
ممكن تكون الموهبة 5% 10%، بس إذا أنت تدربتي بشكل مكثف بتوصلي لمستوى مرة حلو. طيب شوفوا من هنا أسفل الآن كيف جالسة أظلله بشكل خفيف. زي ما قلت لكم نستخدم قلم واحد يساعدنا إنه إحنا نتعلم نتحكم بالتدرجات نفسها حقت القلم. أكثر شيء الأنف ما يزبط معاي، رسمك بالألوان أحلى. شوفي صراحة أنا أحب رسمي بكل يعني بالفحم وبالرصاص وبالألوان، بس أنا كيف أرسم؟ أنا كل خامة أمسكها يكون لها ستايل معين، عرفتي؟ الألوان أرسم فيها بالستايل، الفحم أرسم فيه بستايل، والرصاص أرسم فيه بستايل. الرصاص دايما أحب إنه لما يكون سكتشات زي كذا أرسمها بالرصاص. الفحم والرصاص الفحم أحب لما تكون فيها واقعية أكثر، عرفتي؟ فيب يعني. طيب الآن بطلع للعيون وبعدين برجع أوصل النقاط ببعض. الآن هنا عندي عينها زي ما قلت لكم، أبغى الرسمة تكون واقعية بشكل واقعي، أبغاها تكون كذا وكذا، تمام؟ بكم الدورة؟ الدورة يا عمري عليها خصم حاليا من 450 إلى 300. الدورة المحتوى يبقى عندكم للأبد. محاور الدورة محطوطة على كل دورة من الدورات، فيب واحدة خاصة للمبتدئين واحدة لمستوى ما بعد المبتدئين. طيب عيونها كيف راح نشتغل عليها؟ شوفوا كيف، ما راح أخليها سودة بالكامل وراح أخليها فاتحة، راح أخليها بهذا الستايل اللي تكون الأطراف غامقة، طيب، وتدرجات معايا، عرفتوا؟ من هنا أبغى تكون عندي تدرجات بحيث تجيني كذا كأن فيها لمعة حلوة، فهمتوا؟ طيب الآن بياض العين من جوا ما راح يكون معايا بالكامل لونه أبيض، راح يكون عندي تدرجات بسيطة بالرصاص، طيب بشكل خفيف مرة عشان يعطينا واقعية العين من جوا، لأن العين لازم تكون فيها تفاصيل من جوا اللي هو انعكاس الظل على البشرة والأشياء هذه. سووا لي لايكات وحطوا لي نقاط كثيرة إذا البث مو معلق، لأنه كأني أحس إن البث معلق. طيب هنا عندي كسرة الجفن من فوق بهذا الشكل، راح أسويها. عين البنت عندي ما سويتها عين عادية، خليت إنها تميل إنها تكون عين أسيوية أكثر، حبيت إنه أخلي العين بهذا الشكل، أحسها راح تلبق على الستايل اللي أنا مسويته، عرفتوا؟ طيب من هنا مرة صراحة كنت متحمسة إنه أحط لها زي علامة الدمع اللي كانت موجودة عند هيسوكا، حسيتها تطلع حلوة، بس قلت إنه أسيبها لآخر شيء لما أشوف الستايل بالكامل ظبط وطلع حلو، ممكن أضيف عليها بعض الستايلات، لأنه هنا خليت فيه دائرة. فيب طيب هذا الشكل يحطيها ممكن تطلع حلوة، تمام. خليني بس أخلص الرسمة عشان بعدها ننتقل للتفاصيل. الآن هنا تظليل العين، طيب زاوية العين من هنا دائما إنها تكون فيها إيش؟ فيها ظل أكثر، اللي هي الزاوية هذه، تمام. الزاوية اللي من هنا بتكون عظمة الأنف تقريبا داخل لحد العين، فبتكون عندنا فيها تدرجات ظل أكثر، وبرضو العين من هنا. وقت التظليل دائما اتبعوا اتجاه البشرة عشان حتى لو ما دمجتم تعطيكم من فيها تفاصيل، زي ما انتم شايفين هنا معايا. شوفوا انا كيف طرحت على فوق بهذا الاتجاه، بعدين راح انزل على تحت بهذا الشكل. بسم الله. طيب هذا الشكل، سووا لي لكات مره كثيره. انا احس لما ارسم شخصيات احب تضبط الرسمه، ما اعرف ايش الحل اغير عن نفس الشخصيات. ايوه طيب، لما تكونين انت شخصيه مقتنعه فيها يعني ومتقبل الملامح وكذا بتكون عندك حماس وتلاحظين نفسك أتقنتيها أكثر، عكس لما تبحثين عن أي صورة ما يكون في بينك وبين الصورة اتصال مشاعر، عرفتي؟ فأنا صراحة دائما لما أخذ صور أتعب على بال ما أنقي صور يعني دائما أبحث أبحث ببانترس أبحث أبحث لين ما ألقى صورة أحسها تلامسني، بعدين أبدأ أرسم الملامح. ودي رسلي لهم بالله يعطون صوتهم. طيب الآن الحواجب عندي، شوفوا كيف راح أسويها شعرات، وراح أخليها طالعة على فوق بهذا الشكل، طيب أطلع فيها بهذا الشكل. طبعا الفترة الجاية صراحة أحس إني متحمسة إنه أرسم شخصيات بالجواش، بس إني صراحة محتارة هل أكمل شروحات بالفحم على اليوتيوب. كلامك جميل، خلاني أرجع يا عمري أنا. فأحس إني متحمسة إنه أسوي، لأن كثير على انستغرام طلبوا نسوي شروحات بالفحم على اليوتيوب، لأنه قد بدينا قبل بسلسلة بالرسم العيون ومرة كانت صراحة حلوة، وفعليا كثير استفادوا منها،
فنفسي أكمل فيها، وبنفس الوقت نفسي أدخل رسمات جواش، لأني مرة متحمسة للجواش. جبت المجموعة وللآن ما بديت فيها، البداية اللي أحس إني تعمقت فيها. فاللي حابين يشوفون الشروحات المجانية على قناتي في اليوتيوب، اكتبوا عبير الحربي وتطلع لكم القناة بسرعة. طيب الرموش، الرموش تبغى نخليها يعني تحسونها ألبق على الرسمة، مع أن هنا سويتها طويلة، أو نخليها شوي تكون قصيرة. أنا وقت التخطيط خليتها ستايل إنها تكون شوية نازلة على تحت فيها الطول، فأحس إنه بتطلع حلوة، لأنه ستايل ما أبغاه واقعي بالكامل. أنا مالي في الرسم، فتتوقعون أصير زيكم؟ والله شوفي، إذا أنت عندك شغف وحب عادي، مو كانت دراونج إيبكس إلا هي، لو كتبت دراونج إيبكس أو عبير الحربي تطلع. أنا حط الاسمين مع بعض. أي واحد اسمها عبير فنان، الله عليك. والله ودي أنا أعرف كمبتدئة، بس المادة ما تهيأ أدخل الدورة. شوفي الشروحات اللي على اليوتيوب، بإذن الله بتفيدك. طيب نكمل الشروحات من هنا. طيب شوفي التطبيق كيف معاي. أنا صراحة أحب وقت لما أستخدم قلم واحد إنه أستخدم القلم هذا الصغير، عكس إنه أستخدم القلم الثاني، لأنه هذا يجي تظليل كامل الورقة، ناخذ مساحات أكبر. فأنا أفضل إني أمشي خطوة بخطوة وعلمها، تساعد إنه الرسمة تطلع معاي مرتبة أكثر. ممكن لأني صراحة لي فترة طويلة أرسم فيه، فأحس الثاني لسه عدوبي جديد جايبته ومو متعودة عليه مرة. يا زينب الله تسلمين، ويلكم يا عمري. سووا ليكات مرة كثيرة، اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة، بحيث أول ما أسوي شروحات تستفيدون منها بإذن الله. طيب الآن دائرة العين عندي من هنا، شوفوا كيف جالسة أضللها. هنا طلعت على هذا الجهة، ومن تحت نزلت من هنا، من هنا بدينا نلف بهذا الشكل، ومن هنا نفس الفكرة راح أطلع. الزاوية هذه بتكون عندي الدرجة فيها أفتح، فما راح أثقل عليها، أغمق الأطراف من هنا بدون ما أثقل عليها. آخر شيء أخلي عندي البشرة أني أوصل فيها التظليل. طيب أعشق الرسم، أريد أطور مستواي، بس ما أحس نفسي أميل للرسم الواقعي. طيب مو مشكلة، إذا أنت ما تميلين للرسم الواقعي طوري نفسك بال الستايل اللي أنت تحبينه، يعني لا تلزمين نفسك على الواقعي وأنت ما تبغينه، عرفتي؟ أنا ببدايتي صراحة كنت أرسم إنمي، كنت أحس إنه الإنمي شيء كيوت ومرة حلو، بس ما لقيت إنه جوي، عرفتي؟ فما استمرت فيه. حولت على الواقع، لقيت إني صراحة عندي شغف بالواقع أحلى وأكثر. فيب أنت سوي اللي تحسين تميلين له. أنت ترسمين من أفكارك ولا تاخذين صور وترسمينها؟ لا أشوفي، أنا أرسم الصور هذه الوجه يعني يكون واقعي، قليل ما أرسم من عقلي. الأفكار لا، أنا أسويها، عرفتي؟ فمثلا أجلس أدور صورة بنت، أنا غالبا أرسم وجه بنات، أدور صورة بنت أحسها مناسبة للفكرة اللي أنا بحطها في الرسمة. بعدها أدور شك، مثلا لو أنا أحب الحيوانات، أنا حاليا مرة أحب الأسماك، فغالبا أغلب رسماتي تلقاني حاطة فيها أسماك، عرفتي؟ فأدور شكل السمك اللي بتكون مناسب للرسمة، وطريقة وزنيتها كيف أبغاها، هل هي على الوجه كامل، هل هي بالنص. يعني زي هذه الرسمة حطيتها بالكامل على وجهها مع اليسار، خسارة مي واضحة مع الستاند. فيب يعني أجيبها من عقلي صراحة، ما أحب أخذ أفكار غيري. أعطيني تقييمك على الرسمة دي، إذا ممكن أبشر من عيوني تبيعيه. ولا والله حسيت إنك تحقيقية مرة، للأسف والله مرة مرة مرة. أحس أشكالها هي والعصافير، أحس أشكالها بالرسم مرة حلو. طيب نكمل الرسمة قبل يخلص الوقت علينا. طيب الآن راح أبدأ أغمق أماكن معينة عشان توضح معاي التفاصيل، تمام؟ وراح نشتغل على العين. الآن من هنا زاوية العين راح أغمقها أكثر وأنزلها على تحت من هنا. طيب أبخليها أطول شوية. طيب الآن بنجي للرموش، شوفوا الرموش كيف راح أسويها. راح أنزل على تحت وأطلع على فوق بشكل غامق، أضغط على القلم لأنه درجة القلم معاي فاتحة زي ما أنتوا شايفين، الدرجة مرة فاتحة. طيب وبعدين راح أجي أسوي من هنا واحدة ثانية وأطلع فيها على فوق. حابة أن الرموش تكون مرة طويلة، ومو حابة أنها تكون كثيرة، عرفتوا؟ فما راح أكثرها مرة، بس راح أسوي كم واحدة بحيث أنها تطلع شكلها حلو. طيب هذا الشكل. طيب الآن اللي تحت نفس الفكرة، راح تكون شايفين من هنا خط العين من تحت راح تكون نازلة من الخط بشكل مقوس على تحت. البث راح ينزل بالكامل على قناتي في اليوتيوب بإذن الله، فأي أحد حاب يتبع الخطوات معاي ويرسم معاي ويطبق، راح تلقون الفيديو كامل على قناتي في اليوتيوب.
ليش لما يكون رسام يحسبوا أقدر أرسم طبيعة وكذا؟ لأنه مرة ما عندي شغف بالمادة الطبيعية. شوفي كل رسمات كل رسام له اهتمامه ومجاله بالرسم، فيعني عادي الموضوع لا يضغط كذا إنه يكون عندهم توقعات بزيادة عليك إنك تعرفين ترسمين بعض الأشياء. هذا الرسم من خيسك أو من صورة أو من شيء. الصورة الوجه البنت من صورة بنت حقيقية، عدلت على تفاصيلها بشكل خفيف، يعني مثلا طولت رموش، خليت أنفها شوي أعرض، يعني أخذت الصورة كوجه مرجعي القياس الملامح نفسها، بس بعض التفاصيل غيرتها بشكل خفيف، عرفتي الأفكار أنا حطيتها. فيب الرسم تطلع حلوة بالألوان. يب فعليا بعض الرسمات تطلع مرة حلوة بالألوان. طيب الآن بهذا الشكل راح نيجي نشتغل على العين الثانية. طيب فأول شيء راح أجي أسوي خط العين، أثقله نفس ما بدينا بالعين الأولى. اللي عندهم مشكلة إنه كيف يبدون بالعين الثانية ممكن تكون ما راح تزبط معاهم، إذا أنتوا تحسون بتكون عندكم العيون مختلفة اللي تسوونه هنا سووه هنا بنفس اللحظة. إذا أنتوا عندكم عادي خلاص عادي طبقوا على الأولى وسووها خلصوها بالكامل، بعدين كرروا نفس الخطوات على العين الثانية. تمام، أحب رسمك، شكرا يا عمري نورتيني. سووا لايكات مرة كثيرة وشيروا البث. تمام طيب الآن راح أسوي بهذا الشكل، غمقنا العين بعدين راح ننزل للعدسة العين. شوفوا كيف راح نسويها عشان تطلع بهذا الشكل اللي جدد على البث. أنا أحب أرسم بس أخذ أي صورة حبيتها وأرسمها. طيب إذا أنت ترسمين صورة يعني من رسمات جاهزة وأنت ترسمينها، شوفي الموضوع بعدين راح يكون صعب عليك إنك أنت تبدين تعلمين تاخذين قياسات من صور واقعية، بس إذا تقصدين من صور واقعية فهو حلو استمري. طيب بهذا الشكل بعدين راح أشتغل على إيش؟ على إنه تكون الطبقة بهذا الشكل. أول شيء راح أسوي تظليل خفيف. طيب قلت لكم أنا دائما أحب أبتدي بالطبقات عشان تطلع معايا التدرجات نفس ما أنا حبتها. طيب أغمق بهذا الشكل تمام، وعلى أساسها أكمل باقي التفاصيل. اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة وشيروا البث على أي أحد مهتم يتعلم رسم واقعي. طيب الآن عندي كسرة العين من فوق، راح نسوي لها خط بهذا الشكل. طيب وبرضو من تحت بشكل مرة خفيف، ما راح أثقله مرة. آخر شيء راح أخلي عندي، شكرا يا عيني يسلموا على القفة الحلو الهدايا الحلو. شو اسمه آخر شيء راح أخلي إبراز أماكن الإضاءة. تمام طيب الآن من هنا مدمع العين بيكون عندي زي ما اتفقنا، العين من جوا ما تكون لونها فاتح اللي هو بياض العين، لابد يكون فيه انعكاس خفيف للبؤبؤ العين من جوا، عرفتوا؟ شكرا شكرا يسلموا، ممتنة حرفيا لطفكم مرة شكرا. طيب نكمل. طيب نبدأ بالتظليل. التظليل قلنا ناخذ العين بهذا الشكل، من تحت يعني زاوية العين نتبع تخطيط البشرة نفسها، فعندي العين من هنا نازلة على تحت ومن فوق يبدأ التظليل يطلع على فوق بهذا الشكل. تمام من هنا شايفين من هنا كيف راح يكون بهذا الشكل. طيب ومن هنا نفس الفكرة، فنكمل على الخطوات لين ما نوصل للآخر، عرفتوا؟ لما نمشي على اتجاهات البشرة حتى لو ما دمجنا راح تطلع لنا الواقعية بطريقة مرة حلوة. ما شاء الله شكرا يا عيني. ارسميني حاليا، والله ما استقبل طلبات رسم للأسف، موقف استقبال طلبات رسم. طيب راح نظلل بهذا الشكل ونفس الفكرة، نتصل معه من هنا بهذا الشكل عشان تجينا التظليل بالكامل ونتصل مع بعض. طيب شايفين نظلل بهذا الشكل ومن تحت أنزل بهذا الشكل. اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة، اللي مهتمين تعلمون رسم واقعي في دورات مسويتها لكم، حطيت لكم الرابط حقها هنا في حسابي في تيك توك. ما شاء الله اللهم لا حسد يسلموا شكرا شكرا. فأي أحد حاب يتعلم رسم واقعي الدورات موجودة عندكم، مرة راح تساعدكم تعلم الرسم، راح تختصر عليكم حرفيا مشوار مرة طويل. فاللي مهتمين رابط الدورة موجود بحسابي هنا بتيك توك، وكمان عليها خصم لفترة محدودة إذا أنتوا حابين تلحقون على الخصم. وسائل الدفع فيها مرة متاحة الأغلب، اللي شكروا لها يعني أغلب الخيارات. متحمسة أشوف النهاية. يب والله حتى أنا متحمسة صراحة، بس إن شاء الله الوقت يكفي إنه نخلصها بالبث. طيب راح أظللها من هنا أغمق لأنه حابة نبرز تفاصيل أكثر بعد التخطيط الأولي. غالبا الخطوط هذه اللي أسويها تكون تخطيط البداية، وبعدين راح نشتغل على التظليل بشكل كامل. تمام
مش فتحتين عندها بقى. استغفر الله. بنكمل تضليل الوجه بالباقي، بس انه نبدأ بجزئية جزئية. طيب الآن راح نبدأ نشتغل على الحاجب. طيب بهذا الشكل رفعنا هذا، بعدين نزلناه تحت. الثاني بيكون نفس الفكرة، مرفوع بشكل خفيف. الحواجب أطلع فيها على فوق بهذا الشكل، بعدين أبدأ أميل وأثقل بالقلم، لأنه زي ما قلت لكم إحنا استخدمنا قلم واحد. في الأماكن اللي تحتاج شعرات حاولوا تثقلون عشان تعطيكم نتيجة أغمق. طيب بهذا الشكل تمام. حد كم؟ طيب رموش العين كبيرة شوي. يب هو أنا حبيته بهذا السائل. لو لحقتوا على البث من البداية، رسمة اليوم ما راح تكون واقعية بشكل كامل، راح تكون فيها تفاصيل مختلفة. فهي الستايل بتكون بهذا الشكل، إن رموش طويلة شوي، والملامح برضو ما راح تكون بالواقعية اللي احنا متعودين نسويها بالبتوث. طيب راح تكون عندها تقريبا 4 رموش بشكل كبير. طيب ومن هنا برضو 2. اللي حابين يتعلمون رموش بالتفصيل يعني، ترى في شروحات منزلتها على قناتي في اليوتيوب بالتفصيل عن طريقة رسم الرموش. لو ما يمدي تحصينها بليز نزلي بوست بالنتيجة النهائية، أبشر من عيوني. للبيع الرسم؟ لا والله. طيب أنا أعرف أرسم كويس بس عندي مشكلة واحدة. طيب إيش هي المشكلة؟ بحيث لو أعرفها أقول لك يسلموا يا عيني على الهدايا الحلوة. اكتبوا لي أسئلتكم وأي شيء تحسون مستصعب عليكم بالرسم، بحيث أعطيكم أشياء معينة. الرسمة كلها راح تعمليها بقلم ميكانيكي؟ أيوة أمانة من جد. تارة يا تارة من جد، أهلا أهلا، من زمان عنك عبير، أهلا نورتوني. صراحة ما عندي خلفية عن الموضوع، يبغالي أسأل. أنا أعرف بالمقاطع أنه ممنوع الواحد يكتب أسماء برامج ثانية، بس بالبث ما كان عندي خلفية. كيف أنظم وقت للرسم؟ صراحة جتيني بالأوقات اللي أنا أصلا ساحبة فيها شوي على الرسم. شوفي إذا أنت تدرسين يعني خصصي لك أقلها لو ساعة بس باليوم إنك ترسمين فيها. لو رسمت بشكل يومي مرة راح يتحسن رسمك بشكل مرة قصير. إيش اسم القلم؟ قلم ميكانيكي، مو من ماركة معينة. هذا من فايبر كاستل، بس هذا مو من ماركة معينة، هذا من فايبر كاستل. وعندي واحد نفس كده برضو من فايبر كاستل. أنت لو بتبحثين عنها اكتبي قلم ميكانيكي راح يطلع. كويس انك نبهتيني يا عمري، ما شاء الله تبارك الله، ودي ارسم بس اختبارات. لاحقين استنوا اوقات الهادي وبترسم. طيب اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة وشيروا البث على اي احد حاب يتعلم رسم واقعي. طيب الان راح ارجع اشتغل على، شوفوا هنا لانه حطيت يدي وما حطيت الورقة، شوفوا كيف. بس طبعا لان الرسمة بس عبارة عن سكتش فما دققت على النقطة هذه، بس دائما اذا بترسمون رسمات يفضل ان تكون فيه ورق تحت يدكم عشان ما تخرب معاكم بالتطليل. تمام ورينا رسمة ورا اللوحة. طيب هنا في احب رسمتين عندي محلقتهم عندي، بس ترى الفلتر مخرب ام الرسمة ما عرفت اشيلها. هذه واحدة نزلت لها صورة بحسابي، وهذه الثانية كل بوها رسمات واقعية، ترى حجمها كبير يعني يعتبر، بس انه ظلمها التصوير. طيب ظلمها برضو الفلتر والله، ان شاء الله ستاند ما يطيح. احسو بيطيح ايش هو ثواني يا امي، كيف بيطيح ستاند؟ ثواني بس اسوي ستاند. ليتني ما تفلسفت ووريتكم الكراسة. طاح ستاند. بسم الله. طيب نكمل البث بهذا الشكل. مثبت الستاند بالمكتب ومفك، هذا أفضل بث شكرا يعني يسلم. طيب الآن راح نبدأ نشتغل على تظليلها بشكل أكبر، بحيث نبغى نبرز أماكن للمعة. طيب تكون الأماكن شوي بارزة. فكيف راح نشتغل عليه؟ حنا قبل سوينا طبقة خفيفة. طيب مشكلة تثبيته يحتاج زي الصامولة تلفينها عشان يثبت، فمزعج يطلع صوت، فنمسكه لين نهاية البث. طيب هذا الشكل راح نبدأ نظلل، بعدين راح نظلل. طيب الآن ما راح يكون معايا متصل بشكل كامل، راح يكون من هنا التظليل. طيب
بعدين راح يكون مموه بشكل خفيف معي عشان أبغى اللمعة توضح. زي ما قلت لكم الرسمة ما راح تكون واقعية بشكل كامل، لا راح تكون فيها اللي واقعية بس تميل إنها تكون بشكل مو هو واقعي. فهمتوا علي؟ شكرا يا عيني، يسلم. عادي قلمين أرسم فيهن، هن 2HB و HB 2B، لأن أتوقع ما في 2HB، 2B ممكن إنه HB. يب حلو، تدريك تتم عليك. لا لا مش مشكلة، مش مشكلة، استنى ثاني ما أدري، خلونا نكمل كذا بحيث أوريكم بعض التفاصيل. طيب الآن هنا عندي الشفايف لأني فكيت يدي فانمسحت بعض التفاصيل. هنا بتكون عندي زاوية الفاصل اللي ما بين الشفايف والأنف، فحلو إنه نبرزها. خلونا نسوي الفلتر، لأن الفلتر طيب أنا كمان أرسم أوريك رسمات. يب خذوا راحتكم، اللي حابين يورون رسمات يرسلوا لي على انستغرام أو هنا منشنوني اللي يريحكم. اللي ما سووا متابعة للحساب يسوون متابعة ويشيرون البث. اسمعوا بقفل البث أقل من ثانية وأرجع أفتح، تمام؟ خليكم قريب.